عن دعوات وعن أحلام، حلم أصبح حقيقة، هكذا كتبت أم عبد الله السيد. اللهم صبرا، اللهم جبرا، اللهم قوة، دعوناك يا الله، وقفنا على بابك، رفعنا أيدينا إليك، نستعطفك ونرجوك، والدموع لم تفارقنا ونحن ندعوك يا الله الفرج عن أسرانا وأسيراتنا، وأن حرر أرضنا ومقدساتنا. والحمد لله أن استجاب لنا وجبر بخاطرنا. إذن من هذا الدعاء نذهب لنرحب في هذه اللحظات بزوجة الأسير عباس سيد أم عبد الله الأستاذة إخلاص. أسعد الله صباحك بكل الخير. الله يسعد صباحك، يرضى عنكم إن شاء الله، وصباح جماهيرنا الفلسطينية جميعا في كل بقاع العالم إن شاء الله. الله يرضى عنكم إن شاء الله. الله يسعدك. يعني اللهم آمين على ما دعوته لك ولكل أهالي الأسرى، زوجات وأبناء وبنات والأسيرات أيضا أنفسهن، يعني آمال، من نستشف آمال كبيرة من قبل أهالي الأسرى الفلسطينيين بتحرير أبنائهم في ظل وجود أسرى إسرائيليين لدى المقاومة ما في غزة. إلى أي مدى بصراحة هذه الآمال تكبر لديكم أنتم أهالي الأسرى؟ طبعا أسعد الله صباح أسيراتنا وأسرانا البواسل، نقول لهم إن شاء الله الفرج اقترب بإذن الله تعالى، وزي ما حكوها عمر السجن ما سكر على عمر باب السجن ما سكر على حدا. صحيح. هيك بقولها كنا نسمعها دائما، ولكنها نراها الله إن شاء الله أنها تتحقق قريبا إن شاء الله. لا إن شاء الله. والله إنه يعني كانت مشاعر لا شك إنه يعني حلم، وفعلا إن شاء الله نتأمل أن يكون حقيقة ولكن بأقل الخسائر، لأنه كما تعلمون إنه يعني لا شك إنه كانت فرحة عالمة سواء عندنا أو عند أسرانا، لأنه مستحيل إنه كنا نحلم إنه ممكن إنه أسرانا يطلعوا هيك، يعني بدون ما تكون إنك في صفقة، بدون ما يكون هناك في تبادل لأسرة، يكون فيها يعني أسرة من اليهود، من لا مستحيل أن تكون إنه يطلع كل هذا الكم من الأسرانة. إحنا عندنا الآن فوق تقريبا حوالي 7000 أسير موجودين، إنهم يطلعوا هيك، لكن الحمد لله رب العالمين. كل زيارة كنا نطلع نقول يا رب تجعلها آخر زيارة لنا، يا رب تجعلها آخر زيارة لنا. والله سبحان الله، يعني ربنا شاء الله أن يستجيب، وهي كانت فرحة لا شك، يعني أمل وإن شاء الله رح يتحقق إلنا وإلهم بإذن الله تعالى. أم عبد الله، يعني عفوا على المقاطعة، لكن بالحديث كذلك عن آمال الأسرى أنفسهم، يعني في البداية إذا أردنا أن نعود إلى الوراء قليلا لنتحدث عن جلعاد شليط واحد، وكانت لدينا الآمال، شعور السعادة، شعور أنه إن شاء الله سيتم الإفراج عن عدد لا بأس به من الأسرى، وفعلا تمت صفقة وفاء الأسرى في السنوات السابقة. لكن الآن نتحدث عن ما يقارب، كما تم الذكر عبر وسائل الإعلام، يعني تقريبا 200 أو ما يزيد عن الذين هم متواجدين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة. إلى أي مدى هذا رفع من سقف الآمال لدى الأسرى؟ وإن أمكن تحدثين عن يعني هذه الآمال، كيف استقبلتموها من أسران البواسل؟ لا شك إحنا يعني فرحتنا لا تقل عن فرحة أسران البواسل، بس يعني كانوا مصدومين أول إشي من الأخبار، ولكن تخيل يعني إنه لما الأسير بقولك إحنا خلص مروحين يعني بجزء أيام صفقة شاليط كان الأوضاع يعني الخمس سنوات استمرت، وكانت في أجواء ممكن إنه يعني يصير إشي للجندي شاليط، فطبعا عجلوا بهذه الصفقة حتى إنه يكسبوا أكبر عدد ممكن من تحرير الأسرى، والحمد لله إنه انجزت الصفقة. ولكن تعرفي كانوا يتحفظوا على خطأ أكثر من 50 اسم، من ضمنها مثلا اسم زوجي، فكانوا يتحفظوا على هاي الأسماء رغم إنه كانت وقتها أمالنا كبيرة جدا وكذا، وإنه يعني خلاص صح يطلعوا هذا، ولكن سبحان الله يعني الأمل يتجدد بإذن الله، وإنه هينا الحمد لله الآن يعني من قبيل مزاح الناس عند معاي، يعني أنا شخصيا كانوا يقولوا لا أبو عبد الله بده بصين ليحرروه وأني قد أنه أكثر من بصين إن شاء الله، وإن شاء الله رح يتحقق الحلم إن شاء الله، وإنه أبو عبد الله رح يطلع إن شاء الله تعالى، وكل أسرانا وأسيراتنا إن شاء الله، بإذن الله. والأمل الحاضر أم عبد الله، يتأملون الأسرة إن هناك لن يبقى أسير واحد، حتى يعني الإداريين بيحكوا لي إنه راح إن شاء الله يتحرروا. نعم، هذا يعني الأمل يعني إن شاء الله كبير جدا لحجم الموجود من أسرة في اليوم موجودين في غزة،
فالأمل أصبح كبير جدا جدا وأقرب مما نتصور إن شاء الله تعالى. أنا ما بدي أحط يعني إنه أقول إنه والله بكرة ولا بعده ولا بعده، لا أنت تعرفي إنه الفرحة كانت كبيرة، الفرحة كانت عالية ولا ما وما زالت، ولكن والله إن العداء طبعا دائما يعني يسرقوا منا الفرحة ويسرقوا منا البهجة يسرقوا منا السعادة. إنه طبعا حجم الحرب على غزة الآن هو يعني خلانا شوية إنه الإنسان يعني يعني هل 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 إحنا كنا نقول بصراحة، وأعتقد هذه مشاعر يعيشها الكل الفلسطيني، هو الفرحة الحذرة، التفاؤل الحذر، لأنه إحنا كمان بنشوف على الصعيد الآخر أهلنا وأحبابنا وجزء لا يتجزأ منا من قطاع غزة يعني شهداء بإذن الله، ولكن أعداد كبيرة تقصف بمختلف أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وبالتالي تبقى الغصة لدينا. يعني صحيح إحنا أول مرة نشهد في تاريخ القضية الفلسطينية برمتها إنه يكون في عدد من الرهائن أو لنقل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بهذا العدد، لكن يعني نستذكر إلى جانب هذا الشعور بفرحة وجود هؤلاء الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة أيضا ما يحدث في قطاع غزة لأهلنا الغزيين. أكيد يعني أنا يعني أنا بجوز يعني دائما بفرح ولكن في حذر جديد. يعني برضو إحنا إن الأمل كبير ولكن هناك في حذر، لأنه إحنا بنعرفش مثلا التوقعات القادمة على أهل غزة ووضع غزة، لأنه زي ما قلتيها إنه جزء لا يتجزأ منه. أنا يعني مش قادر إنه أفرح بحقيقة وقوع شعب يقتل هناك، يعني والله المناظر تقشعر لها الأبدان ولا نملك لهم إلا الدعاء. يعني مستحيل مثلا غزة تعرضت 2014 تعرضت 2018 2021 و2022 تعرضت إلى أكثر من حرب غزة، وكل مرة الحمد لله تقوم منصورة، وإحنا ثقتنا عالية جدا إنه وثقتنا في المقاومة والمجاهدين برضو عالية جدا، وإن شاء الله تعالى إنه كل مرة غزة كانت تخرج بنصر كبير جدا والناس كانت تطلع وتحتفل بالنصر، ولكن النصر يعني مستحيل أن يكون في نصر بدون ما نقدم شهداء وبدون ما نقدم بيوت مهدمة وبدون ما نقدم إنه خسائر كبيرة، ولكن في النهاية إن شاء الله راح يكون النصر حليفنا، وراح إن شاء الله إن شاء الله إنه نرى أسرانا جميعا بيننا. يعني تخيل عندي أمل الأسرى الكبير جدا إنه كل واحد صار يتصل على زوجته ويحكي معه إنه حضرونا كذا سوي، يعني أملهم كبير. ولكن في المقابل لن ننسى إنه الآن تضييق كبير على أسرانا في داخل السجون، انقطعت عنهم الكهرباء، المي السخنة، من يوم الأحداث لليوم سكر عليهم الأبسام بيطلعوش نهائيا. فتخيلي التجديد برضو وارد على أسرانا، هاي قضية مهمة إنه لازم إحنا يعني نثيرها ونسلط الأضواء عليها. صحيح. وبالمقابل غزة الآن تضرب بكل ما تملك الإسرائيل من قوة، وفي المقابل برضو أسرانا داخل السجون الآن يشدد عليهم بكل في عقاب. لذلك لابد أن نذكر بطبيعة الوحشية وتضييق الخناق عليهم أكثر وأكثر على أسرانا من قبل إدارة ما تسمى بإدارة سجون الاحتلال. يعني يجب أن لا نغفل عن هذا الملف الهام، ضروري جدا، ولأنه أصلا أحد أسباب الرئيسية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية في غزة هو ملف الأسرى كذلك الحال. صحيح، لأنه هو ملف مهم جدا، ملف يعني كان يعني أكثر شيء موجود على قضية في الساحة الفلسطينية ملف الأسرى. العدد كم هائل كبير، عندنا نساء، عندنا أطفال، عندنا شيوخ، عندنا قادة، عندنا يعني كل أطياف الشعب الفلسطيني قاعدة موجودة في داخل الأسر، فهي قضية مهمة في حياتنا كشعب فلسطين. فيجب أن نسلط الضوء على القضية من النواحي إنه هناك في تضييق على أسرانا، وحتى الزيارات الآن ألغيت كاملة، محامين ما في شيء الآن، جميع التواصل انقطع. فإحنا الآن قلقون جدا على أسرانا داخل السجون، يعني بدنا مين يطمننا عليهم، بدنا نشوف شو صار معاهم. لأنه إحنا فعلا صحيح يعني زي ما حكيت لك إحنا مضبوط في فرحة، ولكن فرحة تنقصها إن شاء الله الإطمئنان على أسرانا، تنقصها إن شاء الله أن تخلص أن تنتهي الحرب على غزة
وإن شاء الله يعني إنه ما يعني نتأمل الله تطول أكثر من ذلك، آمين. لأنه إحنا شعب قاعدين بنذبح في غزة، وإن شاء الله إنه يعني بدها تحرك كبير جدا، سواء على مستوى عالمي، على مستوى دول، على مستوى محلي، على مستوى الضفة، على مستوى القدس، على مستوى العالم العربي كله كشعوب كعالم، لازم إنه يتحركوا لنقف مع أهلنا في غزة. نعم، وبالتأكيد نأمل إن شاء الله أن يكلل وتكلل معركة طوفان الأقصى بانتصار المقاومة الفلسطينية وأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، والفرج القريب والعاجل لكل أسرنا وأسيراتنا، وحتى للأشبال الصغار المتواجدين في سجون الاحتلال، يعني كبارا صغارا، نأمل بإذنه تعالى أن يتنفسوا عبق الحرية قريبا عاجلا وليس آجلا. أشكرك جزيل الشكر زوجة الأسير قائد عباس السيد الأستاذة إخلاص سيد عبد الله، شكرا جزيلا لك.